خطوات متسارعة تتخذها الحكومة لتفعيل صندوق مصر السيادي، وذلك لإدارة أصول وأملاك الدولة غير المستغلة، إذ تم البدء في نقل ملكية بعض الأصول إليه، إلى جانب اختيار مجلس الإدارة والجمعية العامة للصندوق، فضلا عن بدء الاجتماعات التأسيسية للانتهاء من الإجراءات الإدارية ووضع خطة العمل. ويعتبر صندوق مصر السيادي صندوقا استثماريا سياديا مملوكا بالكامل لمصر، وله شخصية اعتبارية مستقلة، ويتمتع باستقلال مالي وإداري وذمة مالية مستقلة عن الدولة. حجم الصندوق السيادي المصري أرقامه هتشوفوها وتسمعوها، ومش أرقام جاية من فراغ، ده هتبقى أرقام جاية من قدرات حقيقية للدولة المصرية واقتصادها وكمان أصولها. ويمكن الدكتور مصطفى لما بيتكلم معاه بيقول لي يعني هل هيبقى من المقبول إن احنا نقول أكتر من عدة تريليونات للصندوق؟ قلت له بدم ده بيعكس واقع، مش كده يا دكتور؟ مش كده؟ هنعلن بما فيه الشركات ديت، بما فيه الشركات ديت كلها أصول مصرية لصالح مصر وشعبها واقتصادها. ويهدف الصندوق إلى المساهمة في التنمية الاقتصادية المستدامة من خلال إدارة أمواله وأصوله، إلى جانب تحقيق الاستغلال الأمثل لها. كما يستهدف الصندوق أيضا القدرة على جذب الاستثمارات في مختلف المجالات الاستراتيجية والجديدة، وتكوين شراكات جديدة مع مؤسسات استثمارية عملاقة تحدث نقلة نوعية في شركات وأصول الدولة للأجيال القادمة. وتعود أولى خطوات تأسيس صندوق مصر السيادي إلى موافقة حكومة شريف إسماعيل في أبريل من عام 2018 على المشروع، وذلك بهدف استغلال أصول الدولة والتعاون مع المؤسسات والصناديق العربية والدولية ليوافق مجلس النواب بعد ذلك على مشروع القانون بشكل نهائي في يوليو من عام 2018. ووفقا لقانون تأسيس الصندوق، تتكون موارد الصندوق من رأس ماله والأصول التي تنتقل ملكيتها إليه، والعائد من استثمار أمواله واستغلال أصوله، والقروض والتسهيلات التي يحصل عليها، وحصيلة إصدارات السندات والأدوات المالية والموارد الأخرى التي يقرها مجلس إدارة الصندوق ويصدر بقبولها قرار من رئيس مجلس الوزراء. ويحق للصندوق ووفقا للقانون تأسيس شركات وصناديق تابعة له أو زيادة رؤوس أموالها، سواء بمفرده أو مع الغير، والدخول كذلك في شراكات مع الصناديق العربية والأجنبية المماثلة والمؤسسات المالية المختلفة، والاستثمار في الأوراق المالية وأدوات الدين، والاقتراض والحصول على تسهيلات ائتمانية، وإصدار سندات وصكوك وغيرها من أدوات الدين. كما للصندوق حق التصرف في الأصول المملوكة له أو الصناديق المملوكة له بالكامل بإحدى صور البيع أو التأجير المنتهي بالتملك أو الترخيص بالانتفاع أو المشاركة كحصة عينية، وفقا للقيمة السوقية لهذه الأصول ووفقا لقانون تأسيسه. وبالنسبة للأصول المستغلة، يكون نقلها للصندوق بقرار من رئيس الجمهورية، بعرض من رئيس مجلس الوزراء ووزير التخطيط، وبالاتفاق مع وزير المالية، وبالتنسيق مع الوزير المعني بهذه الأصول. وبذلك الصندوق انضمت مصر رسميا إلى المنتدى العالمي لصناديق الثروة السيادية، وذلك وفقا لما أعلنته وزارة التخطيط في يونيو الماضي، ليمنح الصندوق عدة امتيازات ويرسل رسالة إيجابية إلى شركاء الاستثمار المحتملين.